هذا البرنامج برعاية QNB. وسعدتم أوقاتا، موجودات البنوك العاملة في قطر بنهاية شهر يونيو حزيران الماضي ترتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 1,455,000,000,000 ريال قطري، طبعا بدعم من ارتفاع إجمالي القروض السلف إلى 971,000,000,000 قطري، وارتفاع أيضا إجمالي الودائع بنسبة 2.5% على أساس شهري إلى 826,000,000,000 ريال قطري، طبعا بدعم من ارتفاع ودائع القطاع الخاص وودائع غير المقيمين التي ارتفعت بنسبة 32% إلى نحو 198,000,000,000 ريال قطري. أيضا أرباح البنوك في النصف الأول من هذا العام ترتفع بنسبة 5.2% إلى نحو 12,250,000,000 ريال قطري، طبعا أرباح QNB تمثل نحو 60% من إجمالي الأرباح إلى 7,400,000,000 ريال قطري. بمفرده بنك قطر الأول يسجل خسائر في الربع الثاني من هذا العام بأكثر من 300,000,000 ريال قطري، وبالتالي هذا يرفع إجمال خسائر البنك إلى نحو 65% من رأس المال. نبقى مع أرقام مصرف قطر المركزي. إجمالي الدين المحلي المتوقع أو الذي سوف تسدده الحكومة القطرية في الأشهر الثلاثة المقبلة يقارب 4,900,000,000 ريال قطري. في أرقام الاقتصاد الكلي، فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر ينخفض الشهر الماضي في شهر يونيو حزيران بنسبة 22% إلى نحو 14,000,000,000 ريال قطري، وذلك بضغط من تراجع الصادرات القطرية بنحو 18% إلى نحو 22,000,000,000 ريال قطري، على الرغم من انخفاض فاتورة الواردات تقريبا بنحو 10% إلى نحو 8,000,000,000 ريال قطري. بالعموم انخفاض فائض الميزان التجاري في النصف الأول تقريبا 7% إلى نحو 83,000,000,000 ريال قطري، بضغط من تراجع أيضا الصادرات إلى 137,000,000,000 ريال قطري بانخفاض قدره أيضا 8%. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، قطر للبترول وتستحوذ على حصص من شركة توتال الفرنسية للكشف في انتظار امتيازات كشف واستكشاف ومشاركة في الإنتاج في كل من سواحل كينيا وأيضا في سواحل غيانا في أمريكا الجنوبية. كانت هذه أبرز عناوين حلقة عين على قطر. المشوار ابتدأ، أهلا ومرحبا بكم. ارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر بنهاية شهر يونيو الماضي بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 1,455,000,000,000 ريال. وأشارت الميزانية المجمعة للبنوك القطرية ارتفاع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 971,700,000,000 ريال، إلى جانب نمو الودائع بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 825,700,000,000 ريال. نمت ودائع غير المقيمين في البنوك العاملة في قطر خلال يونيو الماضي بنسبة 32% لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال 29 شهرا عند 198,300,000,000 ريال. ونما إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي القطري إلى نحو 826,000,000,000 ريال بدعم من نمو ودائع القطاع الخاص بنسبة 8.18% إلى 509,400,000,000 ريال، مقابل هبوط ودائع القطاع العام بنسبة 13.5% إلى نحو 281,000,000 ريال. يستحق على الحكومة القطرية دين محلي بقيمة 4,900,000,000 ريال خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر المقبلة. ويوضح الكشف الخاص بأدوات الدين العام استحقاق سندات محلية بقيمة 2,550,000,000 ريال، إضافة إلى صكوك بقيمة 1,450,000,000 ريال وأذنات خزانة بقيمة 900,000,000 ريال. ويبلغ إجمالي أدوات الدين المحلية نحو 121,300,000,000 ريال موزعة بين 74,300,000,000 ريال على شكل سندات ونحو 44,000,000,000 ريال على شكل صكوك
وثلاث مليارات ريال أذونات خزانة. انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر في يونيو الماضي بنسبة 22.14% على أساس سنوي إلى 14 مليار ريال نتيجة تراجع قيمة الصادرات بنسبة 18.20% إلى 22 مليار ريال، وذلك على خلفية انخفاض صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية بما فيها الغاز الطبيعي المسال بنسبة 17.18% إلى نحو 12 مليار ريال و700 مليون. وأظهر التقرير الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء هبوط قيمة المستوردات بنسبة 9.16% إلى 8 مليارات و100 مليون ريال قطري. استحوذت قطر للبترول على حصة نسبتها 25% في امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في ثلاث مناطق بحرية قبالة شواطئ كينيا من شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية. وبموجب الاتفاق الذي وقع عليه الشركاء توزعت حصص التحالف بين شركتي إيني 41.25% وتوتال 33.75% وقطر للبترول ب25%. ما زلنا نعيش موسم إفصاح الشركات عن بياناتها المالية. حتى الآن نحو 27 شركة أفصحت عن بياناتها المالية لحين إعداد هذه الحلقة. أيضا قطاع الاتصالات تبقى العين عليه، شركة أريد وشركة فودافون قطر. هذا القطاع الذي يتعرض لمجموعة من الضغوطات على خلفية ارتفاع تكلفة التشغيل عموما، وكذلك أيضا على خلفية ارتفاع تكاليف التمويل. ولكن ماذا عن نتائج أعمال شركة اتصالات قطر أريد التي تعمل في نحو 12 دولة حول العالم وحضورها في السوق القطري بحدود 3.5 مليون مشترك؟ نتابع تفاصيل وأهم البيانات المالية لشركة اتصالات قطر أريد في هذا العرض. إذن ما تزال شركات الاتصالات في المنطقة تتعرض لمستويات نمو أفقية، وخصوصا مع التطورات التي رأيناها بالنسبة لارتفاع التكلفة، تكلفة الاقتراض على العديد من هذه الشركات، خصوصا تلك الشركات المتواجدة في أسواق عالمية، والتغيرات في أسعار العملات. وفيما يتعلق بالبيانات المالية لشركة أريدو على النصف عن النصف الأول من هذا العام، كانت هناك تطور في إجمالي الإيرادات، والتراجع كانت واضحة بحدود 4% ووصولا إلى رقم 14.5 مليار ريال. إذن تراجع في هذا البند عن النصف الأول. على مستوى المصاريف أيضا هذا البند تراجع، ولكن بالنسبة للمصاريف أي تراجعات، هذا يخدم مصلحة الأرباح، والتراجعات كانت بحدود 7.6% إلى رقم 9.240 مليار. على مستوى إذن الأرباح كانت قد سجلت 841 مليون ريال، أي أن صافي الربح للنصف الأول ارتفع بحدود 22% عن الفترة المقابلة من 2018. بالنسبة للعائد على السهم أيضا سجل ارتفاعات ب 26 درهم أو ب 18.2%. على مستوى الموجودات كان هناك تراجع في هذا البند، لكن بمقدار ضئيل ب 2.2% إلى 83.440 مليار ريال. لنعد إلى البيانات المالية على مستوى القروض وأيضا المطلوبات. هناك تراجع في مستوى المطلوبات إلى حدود 55.5 مليار. التراجع يقتصر على 2.8%. لكن على مستوى القروض أيضا تراجع في محفظة القروض التابعة لهذه الشركة، وهذا أمر أيضا من الأمور الإيجابية. التراجع ب 14.2% إلى رقم 31.5 مليار ريال. تكاليف التمويل هي التي أيضا ما تزال تشكل الإشكاليات للعديد من الشركات التي تلجأ للاقتراض، خصوصا مع المتغيرات التي نراها على أسعار الفائدة، والتي كانت أسعار فائدة مرتفعة في العديد من الدول حول العالم. على مستوى التكاليف إذن كانت قد سجلت ارتفاعات ب 17% إلى ما يتجاوز 1 مليار ريال بقليل. بالنسبة أيضا لتطورات عدد المشتركين وأيضا حقوق المساهمين، هناك ارتفاع في هذا البند بنصف النقطة المئوية، وكانت وصلت
الأرقام إلى 22 مليار و300 مليون ريال. عدد المشتركين إذن كان قد زاد ب 2% في النصف الأول، وكان هناك أيضا تطور في عدد المشتركين تحديدا في السوق الجزائرية، وصلنا في الربع الأول إلى رقم يقترب من 14 مليون مشترك. ولكن على بالنسبة لعدد المشتركين العام بالنسبة لهذه الشركة حول العالم 115 مليون إذن، وكما ذكرنا الزيادة كانت ب 2%. بالنسبة للأحداث لهذه الشركة، كانت هناك إذن إقرار لتوزيعات نقدية، تقديم خدمات في 10 أسواق أو في 10 أسواق دولية، وهذه الشركة هي مدرجة في بورصتي قطر وسوق أبوظبي، وأيضا هي تنوي بناء 22 برج جديد لخدمات الـ 5G. هذا ما يسرع ربما بأنه سيكون هناك مصاريف وتكاليف جديدة لاتباع التكنولوجيا الجديدة الخاصة بالجيل الخامس. ونبقى مع نتائج الأعمال وننتقل إلى القطاع الصناعي. حتى الآن عدد من الشركات أفصحت عن بياناتها المالية، بالمجمل عم نشوف تراجع في صافي أرباح بعض الشركات في القطاع الصناعي، منها شركة قطر للصناعات التحويلية نسبة تراجع في صافي الأرباح قدر 35% في النصف الأول من هذا العام. رد هذا الأمر هو تراجع في الإيرادات، ارتفاع تكلفة التمويل، وانخفاض إيرادات شركة من شركات زميلة. كنا قد أعددنا تقرير حول شركة قطر للصناعات التحويلية، تاريخ هذه الشركة، حصت الحكومة القطرية مقدرة ب 20% في هذه الشركة، وأهم المؤشرات والبيانات المالية للشركة في النصف الأول من هذا العام. القطرية للصناعات التحويلية أقدم كيان صناعي في قطر، يستثمر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ العام 1990 برأس مال متدرج من 200 مليون ريال قطري إلى 475 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام 2019. الحكومة القطرية تمتلك في التحويلية ما نسبته 20% من رأس المال عبر صندوق الثروة السيادي والهيئة العامة للتقاعد، بينما يعمل تحت مظلة الشركة أكثر من 19 مشروعاً صناعياً وشركة تابعة وزميلة تنشط في قطاعات البتروكيماويات والكيماويات ومواد البناء وصناعة الأحماض وأحجار التبليط والورق وسحب الألمنيوم والجبس ومعالجة الرمال والمغلفات المرنة والبراميل البلاستيكية والخشب البلاستيكي من خلال استغلال الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة إقليمياً ومحلياً. انخفضت أرباح التحويلية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 32% وبنسبة 35% بنهاية النصف الأول إلى نحو 70 مليون ريال، بضغط من انخفاض قيمة المبيعات بنسبة 24% إلى 183 مليون ريال، وتراجع حصة الشركة من نتائج شركات زميلة بنسبة 17%، فضلاً عن ارتفاع تكلفة التمويل إلى 2,700,000 ريال، وانخفاض قيمة موجودات مالية بنسبة 80% إلى 2,200,000 ريال. وبنهاية النصف الأول ارتفعت موجودات التحويلية إلى 3,550 مليون ريال، مقابل انخفاض حقوق الملكية إلى 1,570 مليون ريال، وارتفاع المطلوبات بنسبة 19% إلى 720 مليون ريال، منها 525 مليون ريال قروض وسحب على المكشوف. مشوار عين على قطر باقي معكم أعزائي المشاهدين، سأذنكم بهذا الفاصل إعلاني قصير، نعود لمتابعة حلقة عين على قطر، لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية كيو ام بي. هذا البرنامج برعاية كيو ام بي. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، متابعة للقسم الثاني من حلقة عين على قطر.
شركة ميزا لتكنولوجيا المعلومات واحدة من الشركات القطرية، وهي عبارة عن مشروع مشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. عمر الشركة يقارب 10 أعوام. هذه الشركة تقوم وتقدم خدمات التكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية والأمن السبراني، وأيضا تقديم خدمات لعملاء محليين وخارجيين فيما يتعلق بخدمات التكنولوجيا. هنا في قطر كان لها إسهامات فيما يتعلق بإطلاق أول مدينة ذكية في قطر، وهي مشروع مشيرب الذي تبلغ تكلفته 20 مليار ريال قطري. طبعا كان زميلي صلاح الدين مقراني قد التقى الرئيس التنفيذي للشركة السيدة غادة الراسي، تحدثت عن إطلاق هذه الشركة، الخدمات التي توفرها للسوق المحلي، والإضافة التي شكلتها هذه الشركة لسوق تكنولوجيا المعلومات في قطر. يعني من 2008 إلى 2019 في تقدم سريع جدا لهذا المجال، وكونه كان سريع بمتطلبات الشركات لهيدا المجال، ميزة كمان لقيت حالها أنه عم تتطور كمان بشكل سريع، وتصارت تقدم خدمات بسموها خدمات المدارة يلي ترجمتها بالإنجليزي Managed Service Provider. صرنا مختصين بهيدا الشيء، مشان هيك صار كل الشركات التكنولوجيا الموجودة بالبلد يلي هي عندها اختصاصات فرعية أو شركات الاتصالات أو حتى الشركات التانية اللي عندها نفس الاختصاصات عالميا بيتجهوا لقلنا نحن لحتى نقدر نعمل شراكة معهم ونقدر نقدم سوا مجموعة شاملة من الحلول والخدمات. كذلك لو نتحدث تفصيلا عن مختلف البرامج، مختلف الأنشطة التي تقدمها الشركة، كذلك ماذا عن مختلف الخدمات التي تقدمونها سواء للقطاع الخاص أو القطاع العام في دولة قطر؟ مشاريع ميزة تعتبر كلها مشاريع كبيرة. لازم نقول أنه ميزة حتى توزعت بمركز البيانات، يعني من 2012 نحن نمتلك 4000 متر مربع من أجنحة البيانات الموجودة ضمن الأراضي القطرية ومتوزعة بشكل نحن بنقدر نأمن بما يسمى الDR، يلي هو بتعطي مثل نسخة طب الأصل عن النظام اللي موجود لأي بيانات لأي شركة، كونهم هن بيبعدوا عن بعضهم فوق 30,000 متر مربع. هيدا الشيء كمان ميزة من ميزات ميزة. المشاريع يلي قدمتها عبر هالعشر سنين اللي مرقوا مثل ما قلت هي مشاريع كتير كبيرة، بتبتدي من الاستشارة، يعني أول ما بيجوا بمشروع كتير كبير، مثلا إذا بدي سمي مشروع مشارب كحولوها لمدينة ذكية، هيدا مشروع استلمته ميزة من الألف إلى الياء، ما بتقدر ميزة تقدمه لحالها كوننا نحن بحاجة لعدد من الشركاء طبعا. سو مشان هيك صار نحن عنا نوع من الشبكة من التكنولوجيا، من الشركات اللي بتتعاطى التكنولوجيا. كمان عندنا تعاطي مباشر مع شركات الاتصالات الموجودة هون، إن كان جي بي آي أو إن كان فودافون أو إن كان أريدو. التوسع اللي صار بميزة خلال العشر سنين هو توسع سريع حتى بالأراضي المحلية هون بقطر. كذلك ماذا عن مختلف الشركات سواء مع الشركاء المحليين، الشركاء الدوليين، وذلك لتعزيز قدرات الحوسبة السحابية في دولة قطر؟ كتير منيح ذكرت الحوسبة السحابية اللي هي معروفة بالسوق المحلي بالبزنس كلاود. كمان كلنا منشهد أنه آخر 4 سنين العالم كله صار عم يتجه للتحول الرقمي، من كل الشركات، كل المؤسسات، كل الحكومات صار عندها التحول الرقمي شيء حاجة ضرورية لحتى تواكب هالتطور السريع اللي عم بيصير بالمجتمعات كلها، وما بس على صعيد الشركات، عندك على صعيد الأصعدة الشخصية كمان. يعني صار التحول الرقمي شيء ضرورة من ضروريات الحياة. أي شريك موجود هون لو كان دولة مفروض يكون مسجل هون، ف
فكل اللي موجودين هون والشركاء اللي بنشتغل معهم على الصعيد المحلي هن شركاء دوليين، يعني إذا بدي أسمي مايكروسوفت، اتش بي، سيسكو، هواوي، كلاود بلو، آخر سنتين تعاملنا معهم. كل هول الشركاء هو شركاء انترناشنال، يعني دوليين، بس مسجلين هون. كنا نتعامل معهم بشكل محلي، ولمن قررنا نتوسع من خلال ميزة expansion، يعني نتوسع برات الأراضي القطرية، انتقلوا معنا وتوسعوا معنا. تكنولوجيا المعلومات صارت مرتبطة أساساً كذلك بواقع الأمن السيبراني، نتحدث تفصيلاً عن مخاطر الأمن السيبراني، كذلك ماذا عن حجم الاستثمار الذي تضخه ميزة من أجل هذا القطاع؟ هيدا قطاع كتير مهم وتسميته كقطاع صح، يعني هو منه خدمة بس نحن منقدمها، هو قطاع وكانت ميزة سباقة كمان فيه. شانك بقول لك ميزة، برجع بكرر انه ميزة هي مؤسسة فريدة من نوعها، مش بس بقطر، هي فريدة بالنوع الخدمات اللي بتقدمها على صعيد المنطقة. بنرجع على الامن السبراني، سنة 2010 كونه صار عنا كمية من البيانات للعملاء صارت من مسؤوليتنا، يعني صارت من مسؤولية ميزة حمايتها، أسسنا مركز بيانات لمعالجة كل البيانات ولحمايتها، وصار مركز لمراقبة هيدي البيانات للأمن السبرالي التجاري. على ضوء خفض الحكومة القطرية لإنفاقها على المشاريع الرأسمالية والاستثمارية، يبدو بأن قطاع المقاولات والإنشاءات قد تأثر بهذا الأمر، وهذا ما يظهر في انخفاض نشاط هذا القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام التي انخفضت بنحو 4.6%. كثير من الشركات الصغيرة ومتوسطة في قطاع المقاولات بدأت تخرج من السوق على خلفية انتهاء الكثير من الشركات وارتفاع مستوى المنافسة، كذلك أيضا على مستوى التسعير. ما يمر به قطاع المقاولات والإنشاءات في قطر خلال هذا الفترة في سياق التقرير التالي. على خلفية الطفرة العمرانية التي عاشتها قطر خلال العقدين الماضيين، فقد شكل قطاع المقاولات والإنشاءات رافعة النمو في القطاع غير النفطي، وبما يمثل 12.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع الزيادة السكانية المضطردة وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والخدمية، ما ساهم في تفريخ العشرات من شركات المقاولات قاربت 8000 شركة وبمستويات وتصنيفات وتخصصات مختلفة. اللي حصل أنه كتير من الناس اللي اشتغلوا في شركات الإنشاءات في فترة رخاء هذه الشركات لاحظوا أنه هاي المشاريع جيدة ومربحة وسهلة، وأنه أنا مدير مشروع، أنا بقدر أعمل اللي عم تعمله الشركة، ليش عم بشتغل للشركة، خليني أشتغل لنفسي. فطلعوا حاولوا يعملوا شركات دون ما يأخذوا في عين الاعتبار الأزمات اللي بتمر بها هاي الشركات، تقلبات السوق، الوضع المالي، عدم وجود يعني خلينا نقول مال كافي أو باك بون كافي لإله لأنه يستمر في هذا العمل. فمشان هيك زادوا عدد الشركات بعدد كبير كتير، بس زاد تساقطهم بنفس العدد. واليوم ومع انتهاء العديد من المشاريع الحيوية والرئيسية في الدولة وزيادة المعروض السكني والتجاري وانخفاض الطلب المحلي، بدأت تتلاشى في السوق عدد من الشركات الصغيرة وحتى المتوسطة على خلفية انخفاض نسبة أعمالها وارتفاع تكلفة التشغيل وانحصار السيولة وزيادة المنافسة، وهو ما يظهر في تزايد عدد الشركات التي تشطب سجلاتها التجارية وتسريح عمالها والخروج من السوق نهائيا. مشاريع البنية التحتية مستمرة ل 2030، الدولة مستمرة لغاية 2030 مشاريع الرؤية الوطنية، فعدد المواطنين في ازدياد وعدد المقيمين في ازدياد. ناهيك أن الدولة تعمل على هدف استراتيجي اللي هو البنية التحتية اللي عملت عليه اليوم أراضي المواطنين
خدمات او 90% من اراضي المواطنين صارت مخدومه من الصرف الصحي ومن الكهرباء، فهي جاهزه للبنيان. وعلى الرغم من جاذبيه سوق المقاولات في قطر خلال مرحله ما، الا انه يتطلب القدره على تحمل تبعات فترات ركود السوق وتحمل تكلفه رواتب واجور العماله لحين استكمال الدوره الاقتصاديه في قطاع المقاولات والانشاءات الذي استطاع أن يستفيد من تمويلات بقيمة إجمالية تراكمية بقيمة 36 مليار ريال، كما في بيانات مصرف قطر المركزي، ونحو 153 مليار ريال في قطاع العقارات. وبهذا أعزائي المشاهدين تكون حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع قد وصلت إلى آخر محطاتها. الموعد يتجدد معكم الأسبوع المقبل، فإلى ذلك التاريخ تقبل تحياتي وتحيات فريق العمل في CNBC عربية الدوحة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية QNB.